football inspires millions of people around the world. It is the stuff on which the best dreams are made of. Dreams that we can be better. مرة جديدة الأعين تتجه إلى دبي، حيث تم الإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز جلوب سوكر التي تمنح سنويا للأفضل في عالم مستديرة. النسخة 11 ستكون من الأجمل لا محالة، هكذا عودنا المنظمون لهذه الجائزة التي عرفت في نسختها السابقة منافسة كبيرة وسبقتها بمؤتمرات حملت عناوين مهمة وكلها صبت في خدمة كرة القدم. جوائز جلوب سوكر للأفضل ستعرف حضور الثنائي ميسي ورونالدو في منافسة جديدة. قائمة ستضم أيضاً النجمين الأفريقيين ساديو ماني السنغالي ومحمد صلاح المصري. سيطرة ليفربولية على الأسماء بحضور فان ديك الهولندي والبرازيلي أليسون أيضاً، ومن مانشستر سيتي برناردو سيلفا، فيما يغيب الجزائري رياض محرز عن القائمة، وليكون الحضور الجزائري في شخصية المدرب جمال بالماضي مدرب المنتخب الذي يتنافس على جائزة أفضل مدير فني في قائمة تضم كل من يورغن كلوب مدرب ليفربول و فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، وإيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام. جائزة أفضل نادي يغيب عنها مانشستر سيتي الإنجليزي الحاصل على لقب الدوري، ويحضر ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي، وينافسهما ليون الفرنسي، لكن للسيدات. وبالحديث عن السيدات، جائزة أفضل لاعبة ستتنافس عليها كل من النرويجية أدا هيجربيرغ والأمريكيتين أليكس مورغان وميغان رابينوي والحاصلتين على لقب كأس العالم الأخيرة، والفرنسية أمادين أنغي والبريطانية لوسي برونز والبرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا والهولندية ساري فان فينيندل. في حين يتنافس كل من خورخي مانديز ومينو رايولا وفيدريكو باستوريل على جائزة أفضل وكيل. جائزة أفضل مدير رياضي يتنافس عليها كل من الفرنسي إيغي كابيدال من برشلونة الإسباني، وأندريا بيرتا من أتلتيكو مدريد، ومارك أوفرمارس من أياكس أمستردام الهولندي، ومايكل إدواردز من ليفربول الإنجليزي، وأجلي تاري من لاتسيو الإيطالي. وللاعبين الشباب حصة من الجوائز. إذن الأنظار ستتجه إلى دبي في 29 من ديسمبر للإعلان عن هوية الفائزين في حفل يتوقع أن يكون من الأفضل على مستوى التنظيم. راضي صلاح، صدى الملاعب.